مساءتي سادتي، مرحبا بكم معنا اينما كنتم. مباراة غير عادية اليوم تلعب في ظل ظروف جوية صعبة وصعبة جدا، ليلة باردة في ملعب المباراة، ومع ذلك هذا الحضور الجماهيري القوي. يا إلهي على الأجواء، يا إلهي على الجماهير التي تأتي على الرغم من الظروف الصعبة في مباراة اليوم، يدفعها عش كرة القدم. توقعات أيضا ربما بسقوط أمطار على الملعب في الدقائق القادمة. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. نستمع وإياكم الآن إلى السلام الملكي للمملكة العربية السعودية. وركلة البداية، ميسي فرصة خطيرة. كريستيانو رونالدو تلعب الكرة إلى الأمام. كريستيانو رونالدو في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. ميسي عدت الكرة، لمسة بينية. كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول أن يلعب كرة بينية ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. ليونيل ميسي ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. يلعبوها للأمام، يتقدم بقوة بدنية كبيرة، يحاول تم كريستيانو. أوه، هدف للمنتخب السعودي. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. المملكة العربية السعودية يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم وسحب. الكرة ملعوبة من مسافة. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن ليونيل ميسي؟ الكرة داخل الشباك. المغرب أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. بكل هدوء وراحة في الشباك بدون تردد.
نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. ميسي، كرة ممتعة، ليونيل ميسي، ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. متفوقون بفارق هدف وحيد. وترجع الكرة إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة اجتازت الخط حاولت إلى رمي التماس. قد تكون هذه فرصته. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لاعب في الأمام في مكان التسلل. كرة طولية من الحارس، يمر ويلعب كرة بينية، هل ينجح في المرور؟ كريستيان، وكرة في اتجاه المرمى، جول! المملكة العربية السعودية سجلوا هدف التعادل الآن. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. أصبحت النتيجة تعادل مرة أخرى. جميل جدا أن تعود سريعا في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. ميسي يلعبها للجانب. ميسي، استقبال جميل من جانبي. ميسي معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، قد تكون هذه فرصتهم. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. كرة طولية إلى الأمام. ميسي يلعب كرة بين ليونيل ميسي. يسجلون في المرمى الآن هدف. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. ولديهم تقدم بهدف وحيد. يلعب كرة على اليسار، وصلت إليه كريستيان. تسديدة لا تصد ولا ترد، فينيشنج عالي جميل، إنهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. المملكة العربية السعودية عادوا إلى المباراة مرة أخرى. الكرة توضع في أفضل مكان عندما، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني على وشك البداية. المغرب تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. ميسي،
ميسي، ليونيل ميسي، كرة جول، هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. كريستيانو رونالدو، لمسة على اليسار، تحرك جميل، كريستيانو رونالدو. حلوة جدا هذه اللعبة، لكنها لم تكتمل، لم تنتهي بالشباك، لا يزال عندهم شيء ناقص. كريستيانو رونالدو يتدخل، يبعد الكرة، ميسي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية. كريستيانو رونالدو في موقع التسلل، ميسي كريستيانو رونالدو ينجح في تمرير هائلة. كريستيانو رونالدو، الكرة ملعوبة إلى الأمام. ميسي، تمريرة قوية أكثر من اللازم، كرة مقطوعة بامتياز. تمريرة جميلة، ميسي، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. الآن لديهم فرصة كبيرة من ركلة حرة. لم يكن من الممكن إيقافه. والتقدم الآن بفارق هدفين. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير، فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. يلعبها طولية، كرة كريستيانو، يا إلهي، جول. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه ليونيل ميسي، الكرة في شباك، هدف. أظن أن المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رأيكم؟ لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها.
تقدم بهدفين مقابل لا شيء. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. خسر المواجهة أمام خصمه. ميسي، ميسي، تسديدة، الله، التسديدة الجميلة، يسجل هدفا عالميا جميلا مدهشا بالفعل. يا إلهي، مثل هذه الكرات هي اللي يمكن أن تقول عنها بوم. أصبحت الأمور مهيئة إذن لنهاية رائعة. كريستيانو رونالدو، لمسة بينية، إمكانية مرتدة الآن. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. يحاول تمريرها من بين كريستيانو. الله يا ولد، هدف غير عادي. الكرة في شباك، الحارس مسكين غير قادر على فعل شيء أمام هذه التسديدة. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأصبحت النتيجة هي التعادل. ثانية، كرة طولية إلى الأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل. إذا صافرة نهاية المباراة، انتهى كل شيء، والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. غابت الأهداف، وأظن أنه نتيجة عادلة هي التعادل.